بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إزيكم يا شباب؟ معكم أحمد طارق من قناة سوفت ليرنينج. طيب، هنا لو عايزين نخفي بقى الصفوف دي مثلا وعايزين نظهر الداتا دي معينة بالطريقة دي، لو احنا قلنا هايد هيبقى لنا مشكلة كبيرة هنا في الشارت بتاعي. طيب أحلها إزاي؟ إن أنا أعمل أن هايد تاني، هرجع الداتا وأدوس على الشارت نفسه واقول له فورمات شارت اريا من بروبرتيز، ادوس دونت موف اور سايز، دونت موف اور سايز. بعدين اجي عند الاكسس اللي تحت اللي هو فورمات اكسس، دوس عليه كليك هيفتح لي فورمات اكسس لاخر اوبشن اللي هو اكسس اوبشنز، واقول له اكسس اوبشن واختار تكست اكسس، اختار تكست اكسس كده. لو انا عملت هايد هنا لدول زي ما انتم شايفين كده يظهر الداتا عادي. طيب عملت ان هايد تاني واخترت مثلا من الفلتر، عايز اقول له بدل التوب 10 لا توب 5، فكده هيجيب لي التوب 5 للداتا بتاعتي للسيلز بتاعتي، يعني اعلى 5 شهور مبيعات للداتا. ازاي ان انا اعمل كولر للاعمدة مختلفة؟ بدل ما انا اعملها كلها ازرق اعمل كولر. لو انا دوس على اي عمود وكده عمل لي سيلكت على كل الاعمدة، اخش من فورمات داتا سيريس برضو، بس اروح لفورمات فيل، فورمات فيل، عشان فيل دي يعني هيملأ لي كل الكولر الداخلي للكولم او للبوكس بتاع الشارت، واروح من فيل دي اروح ل فيري فيري كولرز باي بوينت، كده هيعمل لي شكل الشارتات هتبقى بالشكل ده. خلاص كده بقى كل الشارتات، كل شارت بياخد لون معين. اتمنى يكون المحتوى عجبكم، ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتستمروا معانا في تطوير مهاراتكم، وبالتوفيق للجميع.